ايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. انا جاية لكم النهاردة بطريقة مختلفة جدا لعمل الكيك بمنتهى السهولة والبساطة وكمان اقتصادية ببيضة واحدة بس. عملت الكيك الروعة دي وسميتها كيكة المارية وغطيتها بالشوكولاتة والبيضة من فوق والسبرينكل واتعملت بالظبط في 5 دقائق بس وقت الضرب ووقت التسوية ومحتاجتش لفرن ولا اي حاجة. سويتها فوق البوتاجاز في الطاسة وتابعوني لحد اخر الفيديو عشان توصلوا لنفس النتيجة. واللي ما شافنيش قبل كده يا جماعة انا اسمي نهى، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا، ينزلوا تحت اشتركوا وفعلوا زر الجرس ولايك واشتراك لو عجبكم الفيديو. تابعوني لحد اخر الفيديو عشان اقول لكم بالتكات البسيطة اللي انا ضفتها للكيكة دي وخليتها طرية جدا ووصلت للنتيجة الروعة دي. شوفوا طرية ازاي، بجد حاجة تحفة، بتدوب في البق بشوية الشوكولاتة اللي انا حطيتها من فوق. المكونات معايا بيضة واحدة ونص كوباية سكر ونص كوباية زيت زيتون. الزيت الزيتون بيديها طراوة يا جماعة، لو مش موجود ممكن زيت عادي مفيش مشكلة، وشوية فانيليا وربع معلقة خميرة. ضفت معايا برضو كوباية الكاكاو، كوباية كاملة كاكاو وكوباية دقيق وكوباية مية، وطبعا همزج الخليط ده كويس جدا جدا واتأكد ان مفيش اي دقيق، مكونات دقيق او مكونات كاكاو لسه موجودة عندي او متكتلة كتل يعني. فهضرب كويس. عاوزين تستعملوا الميكسر استعملوا، عاوزين تستعملوا ايديكو او المضرب اليدوي اللي انتوا عايزينه، المهم توصلوا لنفس النتيجة في الاخر. وضفت دلوقتي معلقة بيكنج باودر، يبقى عشان نخمرها ضفت ربع معلقة خميرة ومعلقة بيكنج باودر وطبعا الفانيليا، وطبعا ضرب كويس جدا جدا علشان تبدأ عملية الخمر او الاختمار تتفاعل معانا ويبقى ما فيش اي تكتلات في العجينة وتبقى كريمي كده. دلوقتي انا بعد ما اخلص هحطها علشان ترتاح شوية على جنب كده علشان تبدأ تتفاعل، على بال ما احضر الطاسة اللي انا هعمل فيها الكيكة. زي ما قلت لكم في الاول انا هعمل الكيكة فوق البوتاجاز، يعني مش محتاجة فرن ولا اي حاجة. فطبعا الطاسة عندي نون ستيك، حتى لو ما كانتش نون ستيك برضو تنفع، بس انا برضو رشيتها برشة الزيت زي ما انتم شايفين كده، ده زيت عادي خالص. وطبعا انا مولعة النار من قبليها، يعني قبليها بحوالي 2 دقيقة كده فسخنتها الاول وبعدين نزلت عليها برشة الزيت وبعدين نزلت بالكيك. لسه النار لغاية دلوقتي عالية معايا، لسه ما هدتش، فهنزل عليها واحاول اسويها طبعا عشان ما تبقاش عاملة قبة كده من فوق، حتة عالية وحتة واطية. غطيت عليها وهبدأ، مش ههدي دلوقتي، هبدأ ادور الطاسة كويس، ادور الطاسة كل شوية وانا ما سبتهاش ومشيت ولا حاجة، وبعدين ههدي عليها وبرضو هدور الطاسة شوية وبعدين هبدأ اقلبها على الوش التاني وانزل. دلوقتي هي طلعت خلاص وحضرت الشوكولاتة البيضة، نزلت عليها بربع كوباية حليب وبعدين خفقتها كويس، بعدين دخلتها الاول في المايكروويف وبعدين لما طلعت خفقتها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد لما تبقى كريمي، تقعد في المايكروويف دقيقة، من دقيقة لدقيقة ونص، وبعدين بتبقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين هنزل على الكيك بالطريقة دي، ولو عايزين تزودوا شوكولاتة براحتكم، عاوزين تبدلوها بالشوكولاتة يعني الدارك شوكليت او اي نوع او الميلك شوكليت زي ما انتوا حابين. بس هي دي الوصفة بتاعت الكيكة بتاعتي النهاردة. طبعا خلت طعمها جميل جدا جدا وبيدوب في البق، وهي اصلا الكيكة طالعة سفنجية جدا، وبس هحاول اسويها معايا كده شوية. وعندكم الاختيار تزوقوها باي حاجة اللي انتوا عايزينه من فوق، بس انا اخترت السبرينكلز على اساس ان انا عندي منها كتير وشايفة ان هو ده الشكل اللي هيحليها
وهيخليها مكتملة بالنسبة لي لكيكة النهاردة. فطبعا سويتها معايا بالشكل ده، وبعدين حطيت السبرينكلز وبقيت عندي اخيرا بالشكل الحلو ده. بجد حلوة قوي، ما اخدتش مني 5 دقايق، وطعمها جميل جدا وسفنجية. جربوها وعرفوني رأيكم في الكومنتات، ولو ليكوا اي سؤال اكون سعيدة جدا ان ارد عليكم وعلى اسئلتكم. واذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك، واشوفكم في الفيديو الجاي.